Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut guérir du diabète? هل نستطيع أن نبرأ من السكر؟ عادة السؤال هذا يطرحه الناس كثير اللي يمرضوا لأول مرة أو لأول مرة يشوفوا باللي أو يكتشفوا باللي عندهم السكري، على أساس أنه في حالة إذا كان هذا المرض اللي روجة نتيجة أخطاء غذائية، أخطاء في الوزن، كان زايد، نقص في الحركة وغيره كما اللي تعرفها الناس كامل، يقول لك أنا إذا كان صلحت هادهم هل أستطيع أني يعني نبرى نهائيا من هذا المرض؟ اللي لازم نعرفوه أولا أنه on ne devient pas diabétique d'un jour au lendemain. يعني ما نقدروش نكونوا أو نصبح سكريين بين العشية وضحى، يعني ما بين أمس كنت لبس عليا وغدوة ولا اليوم راني ديابيتيك، ما كاش منها هذا. لو ديابيت est une maladie métabolique، هو مرض خاص بما يسمى بعنصر الأيض اللي هو لو ميتابوليزم، اختلال في الميتابوليزم، يعني انه هناك سكر على اساس انه المادة الأساسية اللي هي مصدر الطاقة بالنسبة للجسم والخلايا، عندما تدخل ما تروحش في المكان اللي لازم تروح له، يعني ما لازمش ما تدخلش للخلايا، ما تدخلش للأنسجة، ما تدخلش للأعضاء بكمية كافية وتبقى تدور في الدم، وعلى هذيك كينقصوا السكر نصيبهم مرتفع، والسبب هو مقاومة الأنسولين في مرحلة أولى، على أساس أنه الأنسولين هي المسؤولة على إدخال السكر بصفة عامة في الخلايا، ف يعني ما تقدرش ما عندهاش فعالية الكافية عند لو ديابيتيك تيب 2 باش تقوم بهذه المهمة، فيبقى الدم يعني فيه كميات سكري مرتفعة. عندما نقصوا في التغذية الخاطئة، عندما نحسنوا النظام الغذائي وندخلوا خضروات وندخلوا يعني وقليل من الفواكه ونقصوا السكريات السريعة في الاستهلاك ونبعدوا يعني عن الحلويات وغيرها، راح يعني راح نتحسنوا مؤكد، ما كانش يعني شك في هذا الأمر. ولكن درجة العلاج يبقى السؤال مطروح، لماذا؟ لأنه دابور نتفاهموا نحن نقولوا باللي شاك ديابيتيك إيت أن كا أباغ، والتطور وسرعة التطور تاع المرض تختلف من إنسان إلى آخر. فكاين إنسان يقدر حتى ولو دار هذه الإجراءات كامل يبقى عنده مشكل في التصرف في هذاك السكر اللي يدخل حتى ولو كان قليل، وكاين إنسان يقدر يتحسن والأرقام تاعو تتحسن بسرعة في مدة قصيرة. لكن اللي لازم نعرفه ايضا انه عندما كون لو ديابيت ديكلاري، عندما نقولوا انسان وعنده السكري بالمفهوم او بالمعايير المعروفه عالميا الان، واللي هي عباره عن اون غليسيمي اجان، سكر يعني تاع الصباح على الفراغ يكون في حدود او اكثر من غرام فاصل 26 على مرتين، هنا يصنف كوم ديابيتيك، حتى ولو في الايام اللي من بعد قادر الرقم هذا يهبط شويه. احنا لازم تعرفوا باللي السكر بصفه عامه هو يرتفع وينخفض، يعني ميم اجا اون با توجور لو ميم شيف، ما عندناش دائما نفس الارقام. وعلى هذيك انه عندما يعرف كسكري، لماذا المنظمه العالميه للصحه اعطت هذا التعريف للسكري؟ لان نتيجه دراسات تاع الاف الحالات وين عرفت باللي ابتداء من هذا الرقم نقدروا ناكدوا بان البنكرياس تاع الانسان هذاك وقع له إجهاد كبير في الفترة الشهورة ولا الأعوام اللي قبل ما يكتشف السكري، والإجهاد هذا خلى أنه الأنسولين تصبح يا إما غير كافية يا إما كافية ولكن غير فعالة، ما يسمى بالأنسولين ريزيستانس. وهنا عندما نغير نمط الحياة راح تتحسن الأرقام مؤكد، وقادرة تهبط حتى تحت الأرقام اللي من خلالها تم تشخيصك كديابيتيك. وحتى لو نقصنا الدواء بطبيعة الحال، احنا نقصوا الدواء عندما نشوفوا باللي مثلا انسان راهو قاعد يتحسن واموره راهي مليحة والسكر تاعو يهبط، وحتى كي نقصوا في الدواء يبقى السكر مستقر، وهذه نقطة مهمة. علاش؟ لأنه عدد بكثير من الناس عندما اون لي ميسو تخيتمون يتحسن يقول خلاص أنا راني بريت عليه نكمل بالدواء هذا نقدر نحبسه، وما لا يعلم باللي الدواء هذاك هو اللي راهو جايب يعني النتائج هذيك. معليش نحن احتمال الدواء يقدر يكون اصبح زايد على الجسم وما يحتاجه الجسم، ولكن هذا لازم هناك الدليل الكافي يتم
تخفيض جرعات الدواء عن طريق الطبيب تاعك بدرجات معينه وعلى دي بيريود سور دي بيريود. ما خدش اليوم نحي وغدوه نزيد نقص النص وبعد غد نو، لازم اون بيريود باش وكانه جو باس لا كوموند للجسم للبنكرياس باش يتولى بالمهمه هذه من بعد. وعلى هذيك انه في بعض الاحيان عندما نبدو نقصوا في الدواء يعاود يطلع السكر من جديد، وفي بعض الاحيان نقدر نفوتوا بمرحله استقرار معين. الاستقرار هذه او ما يسمى بين قوسين بلا غريزون، هذه تمبورير، هذه موحد ما عملوا بها شحال تبقى لانها غير ثابته عند الناس. اذا كان نقروا فقط الارقام نقدروا نكونوا كاين ناس ممكن يبقى 6 شهور ولا عام وهو متحسن، وممكن اكثر، ممكن خاصة في الليكا ما يسمى احنا بالديابيت سكوندير، يعني وين السكري يكون عنده اسباب اخرى غير الوزن وغير نمط الحياة الخاطئ وغير نقص الحركة وغيره، يكون عنده اسباب بأدوية معينة هي اللي كانت ان فاكتور يعني ديكلونشون هي اللي ادت لظهور المرض. هذا يقدر في مرحلة الاستقرار تقدر تطور كثير. في كل الحالات اللي لازم نقوله بانه الإمكانية تحسن الأرقام واردة وموجودة وشفناها، ولكن طريقة تنقص الدواء لازم يكون عن طريق علمي ولازم يكون بالتدرج وعلى يعني فترات معينة وثابتة، وتتم دائما بتحاليل، مش فقط التحاليل اللي نديروها في الدار هذيك الجليسيمي كابيلار، ولكن أيضا بليموغلوبين غليكي والجليسيمي أجا، يعني بسكر المخزن تاع 3 شهور والسكر تاع الصباح اللي يدار في المخابر افيك اون غليسيمي يعني فينوس بلازماتيك. في هذه الظروف وعندما نتاكدوا من هذا الامر يقدر الانسان وقفوا له الدواء، ولكن يبقى دائما تحت المراقبه ويبقى دائما يدير في يعني تحاليل دوريه باش نتاكدوا باش ما يعاودش يرجع لنا الامر هذا. هذا واش حبيت نقول على السكري يعني اللي يكونوا في البدايه، واللي بعض الناس عندما يلتزموا التزامات حقيقيه بنظام غذائي ونظام حياه يعني مبني على الحركه المستمره، رياضه الى حد ما، المشي لازم يكون يومي، تنقص الوزن، يقدر يتغير الحاله الايضيه تاعو، وليتا ميتابوليك ساميليور، وهنا الارقام هذيك تاع السكر اللي من خلالها صنفناه كسكري تقدر تتراجع للوراء، ونقدر نكونوا بامكاننا انقاص الدواء تدريجيا، باسكو الهدف تاعنا ماهوش نحنا عندنا يعني وفاء للدواء في حد ذاته، عندنا وفاء لصحة الإنسان. عندما تكون الصحة مضمونة والاستقرار مضمون، الدواء حاجة ثانوية، ما هو إلا وسيلة نستعملوه عندما نكون بحاجة إليه. مجرد تنتهي هذه الحاجة نقدروا نوقفوه، ما كان حتى مشكل، على شرط ماذا بينا ما نرجعولوش. هذا هو المهم في هذه القضية. السلام عليكم.